اهداء من الدكتورة أمال الشيخ إلى ابنها الملازم عبد العزيز العمري. يلا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 العين تبكي من الفرح بعض الأحيان في دمعها بالصدر فرحة كبيرة تخرج الغالي وشفته بالأعيان يقسم ولا مبروك في كل ديرة مبروك عبد العزيز ليلك حنان عزف كهانك والمشاعر مثيرة بالأمس طفلنا حمله بين الأحضان واليوم رجالنا جي والتشيرة يا فرحة الأولى ويا ضي الأعيان يا بلسم جروح الفؤاد شريرة رشوا على دربه من الأرض بستان وخلوه يرقد باقي زلوا حريرة وليها وصيكم تشيلوه بابا شيلوها ما نحفدكم لي بخيرة عبد العزيز كحل عيني وحلم اليابان يلا من اصدف الليالي تجيرة من العمر يلي بالمواقف لهم شان علومهم بالطيب في كل ديرة مبروك في كل ديرة مبروك عبد العزيز ليلك حلال عزف كهانك والمشاعر مثيرة بالأمس طفلنا حمله بين الأحضان واليوم رجالنا جي والتشيرة يا فرحة الأولى ويا ضي الأعيان يا بلسم جروح الفؤاد وعبيرة شريرة رشوا على دربه من الأرض بستان وخلوه يرقد باقي زلوا حريرة وليها وصيكم تشيلوه بأمان شيلوها ما نحفدكم لي بخيرة عبد العزيز